الرقص هو مش مجرد فن، الرقص لغة للتواصل بين الناس ووسيلة قوية للتعبير عن النفس بدون كلام. أيا كان نوع الرقص، هيب هوب، باليه، رقص إفريقي، هنا في جود سبيس المكان اللي قدر يجمع مش بس ما بين أذواق مختلفة من الرقص، لا وكمان أعمار مختلفة. مش مهم عمرك كام، المهم ترقص. التعامل مع الطفل هو تحدي لأي مدرب بيعلم رأس الباليه لسن صغير. usually يعني I prefer إن أنا أمرن الصغيرين جداً، especially البري باليه اللي لسه يعني ما يعرفوش، حتى لو قلت لهم يقفوا البيسكس بوزيشنز ما يعرفوش يعملوها. بحب قوي إن أنا أبدأ من الزيرو، خصوصاً أنا بحب الأطفال قوي وبعرف أتعامل معهم بنسبة كبيرة. اكيد انا لو قفشت عليهم الاول، خصوصا الباليه في الاول فيه جزء كبير قوي فليكسيبيليتي، لازم يبقوا يكونوا عضلات ولازم يبقوا فليكسيبل. الحاجات دي كلها بتاخد وقت، وكمان ساعات بتبقى بتوجع، او يعني مش ساعات، هي بتوجع. بس انا عن نفسي الطريقه اللي بمرن بيها انا ما بحبش اخدهم خالص، بحب اخدهم ان شاء الله نقعد قد ايه، هما كده كده صغيرين. يعني اللي انا مرنتهم لحد دلوقتي ان انا معايا اكشلي معايا مايا قاعده هناك، مايا من البنات اللي ابتدوا معايا من هم عندهم 3 سنين ودلوقتي عندها اولموست 10 سنين. دي يعني من اقدم البنات اللي انا مرنتهم، واكتشلي انا يعني كل سنه بشوف البروجرس بتاعها وهي بتطلع على الستيج. طلعت على الستيج كتير جدا، عملت رقصات كتير وسوليست معايا. وبين احنا في جود سبيس لسه المفروض يعني ان شاء الله نجهز اول بيرفورمانس للبنات. الرقص الإفريقي هو نوع خاص من أنواع الرقص، لأن ليه طبيعة وشكل بيخليه مختلف عن أشكال الرقص التانية. Well, مثلاً African dance is very unique. يعني the way I think of it is just يعني happiness when it comes to dance. مثلاً عشان يعني whenever you see people يعني لما تلاقي ناس بيرقصوا أفرو أصلاً you never find them يعني dancing it يعني in a sad way أو for a certain you know. الرقص مش مجرد فن بيسعد أي راقص، ده كمان ليه أثر نفسي على كل اللي بيمارسه. وانا that type of person يعني انا لما برقص مثلا حاجه like what we were doing yesterday pretty deep كده I like being يعني completely disconnected from the whole world. يعني احس ان انا I'm just يعني it's just me in a dark space where I'm dancing. بحس ان it's a relief بالنسبه لي عشان I had issues برضو يعني with people. يعني I can't really communicate with people زي يعني like how I want to. مؤسسين جود سبيس كان ليهم وجهة نظر هي اللي قامت عليها انهم يأسسوا مكان بمواصفات خاصة جدا. احنا الشركة نفسها متقسمة الى شقين، اول شق هو جود سبيس ستوديوز، وده بيكون مركز اكتر على الكلاسز وعلى الاستوديو نفسه كناس عايزه تتعلم وعايزه يعني تشتغل على نفسها وتتمرن وكده. وفي الجزء الثاني اللي الى حد ما برضو جود سبيس ستوديوز بيصب فيه اللي هو جود سبيس تالنتس. جود سبيس تالنتس عباره عن احنا عندنا ناس احنا شايفين هم برضو جود بيبل جود كومباني جود سولز، ناس شاطره تتمرن على الرقص او عندها موهبه عامه في فنون الاستعراض عامه، واحنا بنمضي معاهم. Thank you.
ستوديوز مش بس مكان لتعليم الرقص، هو مكان ذو طبيعة خاصة جدا لكل المتدربين فيه. عيلتي، يعني انا مش انا حد بحب ابقى في مكان ما بيبقاش فيه سبب معين غير ان بيبقى فيه زي طاقه يعني ايجابيه حواليك، وانا بحس ده هنا قوي، وبحس ان الناس حقيقيه والناس فعلا عندها نفس الجولز بتاعتي، فكلنا بنزق بعض عشان نبقى احسن. جود سبيس مش بس مهتم بتنمية مهارات المتدربين، ده كمان كان لي دور في تغيير ظروف عمل الراقصين في مصر. الوركينج كونديشنز وظروف العمل للناس اللي معانا الراقصين وحشة جدا، سواء بقى بياخدوا كام في اليوم او طريقة معاملتهم او لبسهم او الاكل حتى اللي بيتقدم لهم في المشروعات اللي هما بيعملوها، كل حاجة كانت متاخدة بإطار إن دي حاجة مش مفروض نهتم إن أنت بتشتغل فيها، فمفيش قوي الاحترام اللي موجود لمهن تانية موجودة في نفس الكوميونيتي أو الاندستري دي. فإحنا لما جينا نعملها إحنا قلنا إحنا عايزين نبتدي نبقى الصوت للناس دي، إن إحنا نبتدي نطالب، لأن إحنا اللينك، إحنا الكوريوغرافرز وإحنا اللي بنجيب الشغل ده. فللأسف ما كانش فيه كوريوغرافرز كتير بتسعى لده، إحنا الحمد لله سعينا لده، وقدرنا ان احنا دلوقتي نقول ان الاندستري اتغيرت الحمد لله بسبب اللي احنا عملناه، سواء بقى ان الريتس بتاعت الناس كلها الفلوس اللي بياخدوها عليت، طريقه المعامله بقت مختلفه، ما بقاش في حد دلوقتي يقدر يعمل اللي كان بيعمله زمان لان الموضوع اتغير، الناس ما بقتش بتقبل، واحنا الحمد لله ما بيقبلوش لان احنا بقى في ظهرهم. محمد عصام، تلفزيون الجامعة الأمريكية، القاهرة.